ما غنسكتوش، انا بالتكتل ديالنا والمؤازرات ديالنا كنستنى الحقوق ديالنا. وي ادم شنو شنو وقع لك شنو وقع لك؟ شحال من واحد تقريبا هما اللي بزاف؟ شحال كان الزميل مستقيم شي بزاف دابا راه يديوني موريز براسي الراس ديالك عندك كتحس صراحه نشوفوا بحال هذا الشيء هذا اللي تعرضوا ليه تيدور في الخاطر تيدور في الخاطر هذا الشيء هذا فنتعرضوا للمضايقات بسبب هذا العمل ديالنا. حنا تنجيو نقوموا بالعمل ديالنا واحد الحريق سمعناه هنا وسط قيصر الحفاري جينا تنصوروا هذا الحدث هذا تلقاو شي بلطاجيه جاو تيديروا لينا هو في الاول داروا مع زريقه مصور صحافي على ماسينك تيفي جاو دوروا هو شي شويه نتفاجئوا تيجي واحد دخل جانا ادم باش نشوفوا شنو هو المشكل بحال شويه تلقاو شي واحدين جاو دورونا ادمن الفوقانيه داروا ادم في الارض الوقت اللي غندخل انا وسطو باش غنجبدو باش غنخرج ادم من وسط ديك الشوقه تنتفاجا بشي وحدين واحد ثلاثه شي عيالات وكلشي داروا لينا ادمن الفوقانيه ما تعرفوش الدق منين جاي جاو خلطونا تما يعني بواحد الطريقه يرتا لها بحال ادم هو في المستشفى هنايا شنو قررنا من الحاله ديالو شنو ولا عنده قصور على مستوى الراس عنده قصور على مستوى الراس ومضروب في الرجل ديالو الشوفيه وفي الدراع في الدراع ديالو مهرس حاليا تنشوفوا العنايه هنايا ولكن الغريب في الامر اللي دخلني الشك انا هنا في هذا المستشفى ديال بوافي تلقاو هذه المشاكل هذه قال لك المستشفى الوحيد اللي ولا فيها الخلاص قبل ما تدخل يعني بالمثال ديالنا واخا يكون الواحد فيه الموت واخا يكون الواحد سمعت الاخ مصطفى واخا يكون الواحد فيه الموت خاصنا تنخلصوا عباش نشوفوا السيد اللي فيه الموت يعني الا مات ما عندك يعني هاد الشهاده ولا تيدور في الخطر بزاف وحنا بصيتنا كصحافيين وتتعرضوا للمضايقات بزاف لدرجه حنا تنتواصلوا معاهم تنعيطوا لوزير الصحه مباشره في الخاص ديالو ما تيجاوبش تنعيطوا للمندوب ديال منطقه الفيدا من السلطان ما تيجاوبش هاد الشيء هذا ولا تيدور في الخطر بزاف منطقه مر السلطان كانت من احسن المناطق ولات من اكبس المناطق انا تنحسبها منطقه مر السلطان نقطه سوداء ما تعرض واحد العنصر ديال الوقايه المدنيه الاعتداء كذلك من طرف العديد من المواطنين شكون مصيفط هاد الناس الله اعلم هم عباره عن بلطجيه لحد الساعه حتى شي حد ما تدخل من المصالح الامنيه المواليه لمنطقه الفداء مر السلطان وكنذكروا بانه الاعتداء الثاني من نوعه على الصحفيين لهذا كنتقدموا بطلب فتح تحقيق من السيد الوكيل العام رئيس النيابه العامه بالرباط كذلك من السيد الحموشي باش يفتحوا واحد التحقيق نزيه وشفاف حول هاد الاعتداءات اللي كيتعرضوا لها الصحفيين وما كيتدخل حتى شي حد لدرجه ان المصالح الامنيه ما قامتش حتى بالارسال ديال العناصر ديال المداومه لمعاينه الاشخاص المعتدى عليهم بذات المستشفى. اولا كنشكركم على المؤازره ديال الزميل ديالنا اللي هو سي ادم انسان الخلوق اللي كنشهدوا ليه بالمهنيه ديالو يعني انسان من الشباب الحمد لله اللي كيخدم هذا الوطن العزيز. انا كنت في مديونه كنشتغل حول واحد الامور اخرى اللي كتعلق بسلامه المواطن دائما سمعت الخبر عبر المجموعه ديالنا المتواضعه ما خصناش يعني نسكتوا على هذه الامور كنتعرضوا دائما حنا الصحفيين كتعرفوا او الحقوقيين بصفه عامه لان الحمد لله كنعريو على الواقع ديال المفسدين وديال تجار المخدرات وديال الناس اللي ما باغينش الخير لهذه البلاد السعيده فاحنا لهم بالمرصاد منا من قضى نحباه ومنا من ينتظر بزاف ديال الاخوان اللي توفاو رحمهم الله بلغيت عزيز واحد العدد ديال الاخوان فاحنا الحمد لله ما حتى شي جهه ما كتمولنا حتى شي جهه ما بغينا تعطينا شي حاجه بكثر ما حنا كندافعوا على هذا الوطن ودائما في التوجهات ديال صاحب الجلاله حفظه الله حنا محاربين الفساد اينما كان في هذا الوطن حتى نمشيو عند الله سبحانه وتعالى. سي زكريا هروش بخصوص الكسر ديال اليد ديال هاد انا باقي ما مش الصحه ديالو راه في البوابه كنشكركم على عطيتونا الكلمه لان مغلغل بالعربيه جاي باغي نتفرقع على شي واحد نيت لان هاد الشيء بزاف فهمتي لان حقره هذه كنشوفوا الشباب كيمثلوا السلطه الرابعه كيبذلوا مجهودات من مالهم الخاص بالدراجات ديالهم كيعرضوا حياتهم للخطر
فاذا بينا تنتفاجئوا بواحد المعلومه دابا ان الشخص خصو يخلص 40 درهم واقيله باش يشوفوا الطبيب. هذا راه لا حول ولا قوه الا بالله كملصق جهوي اقليمي عفوا ديال المنظمه الوطنيه لحقوق الانسان والدفاع عن الحريات، فلا يعقل ان واحد انسان مفرشخ مفرتك يجي يخلص عادي يدخل. كنشوفوا الغرب كيعالجوك من بعد عادي يشوفوا شنو كاين. انا كانت طرات لي حادثه السير وما كنتهز معايا حتى 4 دريال ودخلت المستشفى ديال سيدي عثمان وبقيت مليو حتى ما لولا المؤازره ديال الاخوان كنت ما غاديش نتعالج. فهذه رساله للسيد وزير الصحه باش يعاودوا يعيدوا النظر في هذه الامور هذه ديال المواطن اللي كيكون مسكين خارج ما عندوش حتى كوميره، فاذا به تيوقع عليه الواقع كيجي كيبقى مليوح في السبيطارات. حنا ما كنبخسوش المجهودات ديال الناس اللي تتخدم سواء في جميع المجالات، ولكن هذا مشكل يجب المناقشه فيه، لان كيفاش انسان جاي مضروب ومعطوب وخصو يخلص والى الدولي هذا الشفاره البزطام كيدير بدا يطلب يشحت باش يدخل يتعالج. هذا مواطن مغربي له الحق في الصحه وفي السكن وفي التعليم، هذا حق دستوري كيضمنوا ليه الدستور، وغادي نشوفوا هذه القضيه هذه باش نشوفوا فين غادا تخرج اليوم. شنو رايك في الاعتداءات اللي كتعرض عليها رجال راه تكلمت عليها في البدايه لو سمحتوا. حنا محقورين، حنا بصراحه راه حنا محقورين، كتخلى ضربونا بلا ما نبقاو راكم عارفين فهمتيني. حنا راه ما غاديش نسكتوا على المسائل اللي كضرنا وغنلجؤوا للقانون والقضاء وغادي نفضحوا بالعدسات ديالنا وبالصوت ديالنا المفسدين كما كانت الرتاب ديالهم. وشكرا لجميع المنابر النازيه. يعني هذه ما مره يعني كيتعرض زميل صحفي ماشي غير واحد ولا جوج، ماشي غير واحد ولا جوج، حنا براسنا كنا ضحايا ديال الاعتداءات في هذا المستشفى نيت. جابونا حنا في لي زومبيلونس هنا نيت ديال بوافي، جينا مضروبين من لدن اشخاص اللي نعم مرحبا. يعني هاد الفضوليين الفضوليين يعني اللي تيكونوا يعني كما تتكون شي حادثه انا نقول لك علاش او حريق او هذا نعم. تيكونوا فضوليين يعني فضوليين كاينين في العالم، غير دابا خصك تفهم واحد القضيه، لما كيكون واحد الانسان كيزاول واحد المهام مثلا صحفي او كذا، هذاك الشخص الاخر لانه كيكون عنده شي حاجه يا اما روشيرشي يا اما هز معاه شي حاجه كيخاف ليبان في العدسات ديال الاخوان. ولكن هذا مهام ديالنا خصنا نقوموا بها. هجموا على ادم، هجموا على مستقيم. اش موقع الادم بالضبط؟ راه وقيلا عنده شي كسور على الجهه اليسرى. نعم اش موقع عليه هو بالضبط؟ وقيلا جا كسور على الجهه اليسرى. لا وكيفاش ضرب؟ تحاموا عليه، راه هما ديال عباد الله وهما مساكنين لا تما لا حتى شي حاجه، مساكنين ما والو. جاو هجموا تما، وهاد الاعتداءات على المصورين الصحفيين كاينين بزاف، تيتعرضوا عدة مضايقات لا من عند المواطن لا من عند أي واحد. واش هاد المصور صحفي مجرم؟ واش هذا مجرم؟ هاد المصور الصحفي راه تيمشي تيدير واحد العمل خيري، راه حتى شي واحد ما تيعرفو، راه تيمشي تكون شي واحد تيكون شي واحد مادة إنسانية تكون على برا، تنلوض من ماله الخاص، تيخسر ترونسبور بأن هذيك المادة يجيبها ويخرجها ويشوفها المواطن ويتساعدوا معها ويلقضوها. وشنو هو المطلب؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.